مستطر يعني مكتوب على أسطر. ها، هذا الآيات تدل على أن ما المكتوب؟ قلنا إيش؟ قلنا الحسنات والسيئات. فلذلك على المسلم أن لا يحتقر صغائر الذنوب، فإنها أيضا مكتوبة، وجاءت في أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. إياكم أسلوب ماذا؟ تحذير. إياكم ومحقرات الذنوب. وفي حديث قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما نضجوا عليه خبزهم. عود على عود على عود، إيش؟ أشعلوا نارا تصلح الخبز عليها. من إيش هذا النار؟ من عيدان. وهكذا كلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة إيش؟ سوداء، حتى يسود القلب. فبما أن كل صغير وكبير مستطر، فالمسلم لا يحتقر الذنوب، فإنها تجتمع، ومتى ما اجتمعت أهلكت صاحبها. ولذا يقولون إيش؟ إن الجبال من الحصى. هذا الجبال عبارة عن حصى حصى حصى، حتى لو فجرت تصير حصى، صح؟ ومعظم النيران من مستصغر الشرر، شرارة واحدة تشعل نار كبيرة. وهكذا الذنوب مصيبتها ماذا يا أخوان؟ أن الذنوب يجر بعضها بعضا. كيف يعني يجر بعضها بعضا؟ أخوة يوسف لما ارتكبوا الذنب الأول جرهم إلى ذنب آخر وآخر وآخر، حملهم الحسد، والحسد هذا ذنب، على أن يمكروا بأخيهم يوسف عليه السلام، وعلى أن يعصوا والدهم، وعلى أن يهلكوه، ألقوه في غابة الجب. يعني كيف قضى أول ليلة عليه السلام في هذا المكان وهم ألقوه للهلاك؟ يعني قد يكون عميقا، قد يكون خاليا، قد يكون في هوام دواب ثعابين، ألقوه ليهلك. ما اكتب ذلك. شوف الذنوب كيف المشاهد من هذا ايش؟ ان الذنوب ماذا يا اخوان؟ يجروا بعضه بعضا. اضطروا ان يكذبوا على ابيهم، يقول ايش؟ اكله الذئب. اضطروا ان ياتوا على قميصي بدم كذب. واستمروا هكذا بعقوق والدهم، حتى لما لقيهم يوسف عليه السلام قالوا عن اخيهم: ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. شوف يعني حتى ما عرفوا ان هذا هو يوسف. يعني مرت سنوات طويلة، الله أعلم كم طولها، ومع ذلك ما زالت إيش؟ آثار الذنوب يجر بعضها بعضا، لكنهم تابوا رضي الله عنهم. لكن المقصود أن الذنوب لا تحتقرها، فإن إيش؟ يجر بعضها بعضا. فلذلك يقول الشاعر، يقول: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. بدأ إيش؟ بالنظرة، ثم تبسم، ثم سلم، ثم تكلم، ثم واعد، ثم ارتكب ما ارتكب. فإذاك هذه النفس لا تفتح لها باب على المعاصي، أقلق عليها من البداية، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا. فلذا قيل ماذا؟ فلذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما نضج عليه خبزهم. هذا بالسيئات. طيب المقابل الحسنات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اسمع، الشق نصف تمرة، الميزان بالذرة. يمكن هذه التمرة التي تصدقت بها من كسب طيب وابتغيت بها وجه الله عز وجل، تدري ماذا يفعل الله بها؟ تعلم ولا تعلم؟ تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، فيربيها جل وعلا كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الصغير، حتى تكون التمرة كالجبل. إذن أنت لماذا تحتقر الحسنات؟ لو عندك شيء يسير، لو كلمة حسنة، لو نصيحة، لو سنة من السنن، لو أدب من الآداب، لو تبسم وجه أخيك، لو سلام، لو كلام، لو كيف حالك، أي حركة تدخل فيها السرور، أي ذكر، أي تعليم، أي سنة تنشرها،
أي قدوة يقتدي بها أولادك، جيرانك، أحبابك، أي شيء من الخير احرص عليه، جمع هذا على هذا على هذا، إن قبل الله منك فأبشر بخير. فهنا لما قال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، يدعونا إلى ماذا؟ أن نحذر من صغار الذنوب وأن لا نحتقر صغائر المعروف الحسنات. فهذا خطير قد يتجمع عليك من السيئات، فإياك وإياه. وهذه الحسنات تفوتك لو تجمعت لصارت عند الله لها شأن عظيم. ولذلك جاءت نصوص كثيرة أن بعض الأعمال اليسيرة، يعني حتى الذي عمله لم يكن يتوقع هذه النتيجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها أشياء. واحد يزور أخا له زيارة، أم مبسوط وهم زيارة وهم يوسع صدره، لكن ما يبتغي منه شيء إلا أنه أحبه في الله، فيقول له إني رسول الله عليك، إن الله قد أحبك أو قد غفر لك ونحو ذلك. شوف خلاص، فقط لأنه زار في الله. أنت زائر زائر، ما إنك تزور توسع صدرك وتشرب القهوة ولا بعد مكسوم وتاكل، اجعلها لله عز وجل ويكتب لك اللهم الأجر. الحب في الله له في أجر عظيم، الكلمة الطيبة صدقة. فالمسلم لا يبخل على نفسه، لا يبخل على نفسه، يحاول في كل لحظة حتى في صمته في أجر. إن صمت لم يجد خيرا أن يتكلم فليصمت محتسب الأجر، أصمت لأني ما عندي ما أتكلم به. الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قد يعمل الإنسان أعمال صالحة وينساها، ما يذكر أنه فعل كذا وتبسم من هنا وأعطى هذا وأدخل سر على هذا وسلم وسأل وحمد الله وشكره، ما لم يكن الله لأنفسنا إيش نكتب حسناتنا. كما أنه ينسى العبد أشياء كثيرة، اغتاب هذا ولا نظر إلى هذا ولا احتقر هذا ولا سب هذا ولا شتم هذا ولا غر التغريدة ولا احتقر واحد ولا بعد يتجمع عليه. فعلى المسلم أن يجعل هذه الآية نصب عينه، اللي هي وكل صغير وكبير مستطر، كل مسطر عليك، كل مكتوب. إن خيرا قد كتبه الله عليك، وإن شر قد كتب الله، إن خيرا كتب الله لك يكتب الله لك، وإن شر يكتب الله عليك، وكل هذا قد سطره الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.